بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا في بيان أهم المآخذ على منهجية، أو بتعبير أصح لا منهجية، العابثين بأشراط الساعة، وناقشنا الأسبوع الماضي والذي قبله شيئا من ذلك، ونستكمل فنبين أن من خصائص هذا العبث الاستدلال بما لا يصلح دليلا، وهذا شائع جدا في كتاباتهم. فمن أول مظاهر ذلك شيوع الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذه الآفة قاسم مشترك بين الخائضين بالظن في أشراط الساعة، ولذلك لا تجد بينهم عالما من علماء الحديث مثلا، أو محققا من المحققين، أو فقيها من الفقهاء، وإنما هم لا يميزون بين ما ينقلون ويريدون ما يوافق أهواءهم بغض النظر عن التثبت من صحة هذا الكلام من عدمها. فهذه من أبرز الظواهر، أنك لا تجد بينهم عالما محققا متثبتا فقيها، يعني هم يريدون الأحاديث الضعيفة والباطلة ثم يؤسسون عليها توقعات وأحكاما، متناسين أن التفسير فرع التصحيح. يعني لابد أولا أن تثبت صحة الحديث أو الخبر الذي تستدل به، ثم بعد ذلك تنظر في معناه وفي تفسيره. وقد قال بعض السلف: أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش. فلو أعملنا قول السلف أثبت العرش ثم انقش، لطرح ذلك عن كاهلنا عبئا ثقيلا من هذه المرويات الباطلة، واسترحنا من عناء الجواب عما يطرأ بسببها من إشكالات وتوقعات. ولو ألزمنا المصنفين في هذا الباب أو العابثين بأشراط الساعة على وجه الخصوص بالاقتصار على تحري الصحيح، لا انكمشت أحجام كتبهم جدا، بل لا خرجت عن أن تكون كتبا أو مصنفات، لأنها تقوم على هذا الركام من الأحاديث الباطلة والموضوعة والضعيفة والإسرائيليات كما بينا وسنبين إن شاء الله تعالى. بين وقت والآخر الموضوع حقيقة موضوع حيوي، لأنه كما قلنا هو لصيق الصلة بالظروف التي نعيشها الآن. ويبدو أن أحد الشيوخ كما بلغني أو سئلت أكثر من مرة، إن في إحدى القنوات الفضائية كان في شيخ ما أذكر أنا اسمه كان يتكلم، فاتصلت به أخت مسلمة وقالت له أنها رأت مناما في مش عارف القمر نزل فين وشوية كلام كده، فهو فسر أو أول هذا الذي رأته بأنه أن المهدي سوف يخرج، وهذا الموضوع أثار ضجة يعني شديدة، وعاد الموضوع للظهور من جديد. فأنا أدرك أن بعضكم قد يستطيل الكلام في هذا الموضوع، لكن أنا أؤسس قواعد ونبني أسسا كي تستطيعوا أنتم بأنفسكم أن تحكموا على من يتكلم في موضوع أشراط الساعة بغير علم. فلعل أشهر كتاب يعتمد عليه هؤلاء في مصنفاتهم هو كتاب الفتن للحافظ نعيم ابن حماد المروزي. والإمام نعيم ابن حماد مختلف فيه بين أهل العلم، أكثر أهل العلم يرجحون أنه ضعيف لا تقوم به حجة وحده، وقد روى البخاري عنه مقرونا وعلق له، وقال عنه النسائي: قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة، فصار في حد من لا يحتج به. وقال عنه مسلمة بن القاسم: له أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها. ولذلك كتابه في الفتن والملاحم هو الكتاب العمدة لكل الخائضين أو العابثين بأشراط الساعة، يعتمدون على هذا الكتاب ويحسبون أنهم متى ما قالوا إنه رواه نعيم ابن حماد في كتاب الفتن والملاحم فقد برئت عهدتهم. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: نعيم من كبار أوعية العلم،
لكن لا تركن النفس إلى رواياته، لا يجوز لأحد أن يحتج به، وقد صنف كتاب الفتن فأتى به بعجائب ومناكير، وقد صنف كتاب الفتن فأتى به بعجائب ومناكير. إذا تبين لك هذا الأمر علمت خطأ صاحب كتاب هرم جد الذي احتفل أيما احتفال بكتاب الفتن والملاحم للإمام الحافظ أبي نعيم رحمه الله تعالى، بل وصفه بأنه كتاب بديع. علماء الحديث يقولون في الكتاب ما فيه إن فيه عجائب ومناكير، ويقولون له أحاديث منكرة في الملاحم انفرد بها، فهذا في آخر الزمان يقول إنه كتاب بديع، ثم يقول جمع فيه كوكبة هائلة من أحاديث الفتن وملاحم آخر الزمان يعز وجودها في مكان آخر. صحيح يعز وجودها في مكان آخر لأنه تفرد بها ولم يتابع عليها أحد، فهذا مما لا يفرح به. فانظر كيف هو مسرور بأنه في أحاديث يعز وجودها في مكان آخر، وكأنه مجرد الجمع يعتبر حجة في حد ذاته بدون يعني تحقيق وبدون تمحيص. تكلم العلماء في هذا الأمر وهو رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فقالوا لا يحل رواية الحديث الموضوع في أي باب من الأبواب إلا مقترنا ببيان أنه موضوع أو مكذوب، سواء في ذلك ما يتعلق بالحلال والحرام أو الفضائل أو الترغيب والترهيب أو القصص والتواريخ، ومن رواه من غير بيان وضعه فقد باء بالإثم العظيم. لا يحل أبدا رواية الأحاديث الموضوعة إلا مقترنة ببيان وضعها، يعني لا يجوز لك أن ترويها أو تحكيها إلا لتبين للناس أنها موضوعة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فرط في هذا فقد باء بالإثم العظيم وحشر نفسه في زمرة الكاذبين، وذلك لما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وحكم كثير من العلماء على من روى حديثا موضوعا دون أن ينبه الناس إلى وضعه ودون أن يحذر الناس منه، حكموا بأنه يعاقب بالتعزير والتأديب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في حق أحد هؤلاء من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. من فعل هذا أي هذه الجريمة وهو أن يروي حديثا باطلا أو موضوعا دون أن يبين للناس أنه موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل. بل قال يحيى بن معين لما ذكر له حديث سويد الأنباري من عشق وعفى وكتم ثم مات مات شهيدا، قال هو حلال الدم. من روى هذا الحديث يعني دون أن يبين ضعفه فهو حلال الدم. طبعا حلال الدم هذا على سبيل الزجر، يعني على سبيل الزجر. وقال ابن قدامة رحمه الله أما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتها أو لجهالتهم أو لعلة فيها، فلا يجوز أن يقال بها ولا اعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمها، وجودها كعدمها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بينها، فلا يحل إذاعة شيء منها إلا بما تقوم به الحجة، وإلا كان من التقول على الله ما لم يقل، وفيه من العقوبة ما هو معروف. إذن هذا أحد مظاهر البارزة في منهجية أو لا منهجية العابثين بأشراط الساعة، أنهم يعتمدون على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. من ملامح هذا المنهج أيضا الاعتماد على مرويات الرافضة وغلاة الصوفية، هذا أيضا فرع عن الاستدلال
بما لا يصلح أن يكون دليلا شرعيا، فيعتمدون على مرويات الرافضة من كتبهم وكذلك غلاة الصوفية، كاعتماد بعضهم على كتاب عنقاء مغرب لابن عربي الصوفي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وابن عربي في كتاب عنقاء مغرب وغيره أخبر بمستقبلات كثيرة عامتها كذب. ولذلك نجد بعض المتمهدين استند إلى هذا الكتاب لابن عربي وغيره من كتب ابن عربي كالمهدي السوداني، أخذ كثيرا من الصفات التي ادعاها لنفسه من مراجع ابن عربي. والشعراني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وابن عربي في كتاب عنقاء مغرب وغيره أخبر بمستقبلات كثيرة عامتها كذب. من ذلك أيضا ما زعمه السندباد المصري كما يلقب محمد عيسى داود من أن عليا رضي الله تعالى عنه تلقى العلوم الظاهرة والباطنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا هذا أحد مظاهر التزاوج بين الصوفية والشيعة، هذا أحد مظاهر التزاوج بين الصوفية وبين الشيعة. فهذا الرجل يدعي أن عليا رضي الله عنه تلقى العلوم الظاهرة والباطنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الأسرار الغيبية المتعلقة بكل ما يحدث في العالم حتى يوم القيامة. ثم إن عليا بعدما أخذ هذه العلوم كلها لغز هذه العلوم بالرموز والحروف المقطعة والأشكال الخاصة. ينسبون كذبا وزورا إلى علي رضي الله عنه أنه بعدما أخذ هذه العلوم حولها إلى الغاز، الغاز وشفرات ورموز. ما أدري ما الداعي لأن يصعب على الناس، ما لو هي فعلا صدق وحق ومن الوحي لماذا يلغزها؟ هل هذا التلغيز معهود في الشريعة؟ أليس هذا نوعا من الكتمان وتضليل الناس؟ لأن ليس كل الناس يستطيع أن يفك هذه الرموز أو هذه الألغاز، فلماذا التلغيز ما دام هو وحي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم إن النبي أثر به إلى علي بالذات، علي شمعنا علي بالذات؟ لأن هذا هو التزاوج بين الشيعة الذين يغلون في أمير المؤمنين وبين الصوفية الذين يقعون في نفس هذه الورقة. فعلي قام بتلغيز هذه العلوم بالرموز والحروف المقطعة والأشكال الخاصة، ولذلك في كتابه المسمى المفاجأة في داخل الكتاب تجد رموز ورسوم ويدعي أنه استنبطها من كتاب الجفر، كتاب المزعوم المزعوم الموهوم الذي لا حقيقة له، جايب صور فيها رسوم ودوائر ورموز غريبة جدا أشبه ما تكون بمن يرسمون الأحجبة والتمائم وهذه الأشياء من الدجل. فنفس الشيء موجود في يعني كتابه. والعجيب في زماننا أن الناس يجهرون بمثل هذه الأشياء أولا بلا استحياء، وثانيا في غاية الجرأة والوقاحة، من حيث أن هذا عدوان على أصول العقيدة الإسلامية من أن الله سبحانه وتعالى الذي يستأثر بعلم الغيب. فهؤلاء تجاوزوا كل الحدود وحطموا كل العوائق، لم يقف أمام كذبهم ودجلهم وعبثهم شيء. حتى التنجيم قاموا بتطبيع العلاقات مع المنجمين ويمتدحون نوستراداموس بأنه أعظم فلكي عرفه التاريخ، شيء عجيب جدا وقفز فوق أصول العقيدة وأصول يعني التوحيد. فعيسى داود يدعي أن عليا لغز هذه العلوم بالرموز والحروف المقطعة والأشكال الخاصة، وادعى أن ذلك لا يطلع عليه إلا ورثة علم سيدنا علي من آل البيت الشريف، لأنه طبعا يقول إنه منهم. هو محمد عيسى داود في مجلة صوت آل البيت بيكتب تحت عنوان مقالات بعنوان إيه؟ الشريف محمد عيسى داود. وزعم أيضا أن أهل البيت توارثوا كتاب الجامعة، وادعى أن هذا الكتاب إملاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخط علي رضي الله تعالى عنه، وادعى أيضا حجية الجفر المزعوم كما أشرنا من قبل في كلامه. والجفر جلد معز، ادعى الشيعة الكذابون الدجالون أن فيه جميع أسرار ما يقع إلى آخر الزمان. ادعى عيسى داود أيضا حجية الجفر المزعوم وذكر استدلالات منه على إعادة بناء الهيكل اليهودي، وقال في شأن الجفر: وفي الجفر الكبير الأحمر علوم صريحة واضحة الأحداث والمعالم، والجفر الصغير مجموعات علوم وتنبؤات ملغزة بقواعد علم الحرف، تلك العلوم الشديدة الخصوصية
والتي لا يعرفها إلا نذرة من أهل العلم. يعني هل في الإسلام كهنوت ورموز وأسرار؟ أسرار دي عند ناس ثانية، في أسرار الكنيسة وأسرار كذا، لكن هل في الإسلام في أسرار؟ هل في الإسلام في علم يكون حكرا على بعض الناس دون بعض؟ كيف وقد صرح أمير المؤمنين نفسه لأن الرسول عليه السلام ما خص أهل البيت بشيء من العلوم إلا ما في هذا الكتاب كما أشرنا من قبل. فكيف مصنفون يدعون أنهم من أهل السنة ثم يخدعون بمثل هذا الإنسان ويرتضونه له قائدا أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. من مظاهر الاستدلال بما لا يصلح دليلا، وهذا أيضا شائع جدا في كتابات العابثين بأشراط الساعة، وهو صورة من صور العدوان على مصادر التلقي في الإسلام. صورة من صور العدوان على مصادر التلقي، أن العدوان على مصادر التلقي قد يكون بتكذيب الصحيح، وقد يكون بافتراء الكذب أو الاستدلال بما لا يصلح دليلا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. فإما ضلالة أن يفتري على الله الكذب، وإما أن يكذب بالحق إذا جاءه. فمن هذه المظاهر أيضا الغلو في تقبل الإسرائيليات. والإسرائيليات جمع إسرائيلية، نسبة إلى بني إسرائيل. والنسبة في مثل هذا تكون لعجز المركب الإضافي لا لصدره. وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وإسرائيل معناها عبد الله. وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ومن تناسلوا منهم فيما بعد إلى عهد موسى عليه السلام ومن جاء بعده من الأنبياء حتى عهد عيسى عليه السلام وحتى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالملاحظ أن كتب العابثين بأشراط الساعة تمتلئ بعشرات الأخبار الإسرائيلية المنقولة عن كتب اليهود والنصارى. والعلماء لم يسكتوا ولم يقصروا في بيان الموقف الصحيح من هذه الإسرائيليات، إذ إنهم بيّنوا أن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام. أما القسم الأول من الإسرائيليات فهو ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة. القسم الأول من الإسرائيليات أشياء تكون موجودة في التوراة أو الإنجيل أو في كتب أهل الكتاب، وتكون موافقة تماما لما عندنا في القرآن والسنة. فالأصل هو أننا نقبلها لأنها توافق إيه؟ القرآن الكريم. لماذا؟ أن القرآن هو المهيمن على ما قبله من الكتب، هو الأصل. فالقرآن هو الكتاب المهيمن وهو الشاهد على الكتب السماوية قبله، فما وافقه فهو حق وصدق، وما خالفه فهو باطل وكذب. يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة إلى آخر الآية الكريمة. هذا القسم صحيح، هذا القسم من الإسرائيليات، وهو الذي حكم القرآن بصدقه لأنه يوافق ما في القرآن، فهذا القسم صحيح. لكن نقول فيما عندنا غنية عنه، فيما عندنا من الوحي الشريف غنية عنه، ولكن مع ذلك يجوز ذكره وروايته للاستشهاد به ليس الاستدلال. يعني هو لا يرتقي إلى مرتبة الدليل لأنه هو محتاج إلى دليل، والدليل قام من القرآن على صحته. فيجوز ذكره وروايته للاستشهاد به ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم، وذلك مثل ما ذكر في صاحب موسى عليه السلام وأنه الخضر، فقد ورد في الحديث الصحيح. ومثل ما يتعلق بالبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وبيان أن التوحيد هو دين جميع الأنبياء عليهم السلام. مما غفلوا عن تحريفه من نصوص كتبهم أو حرفوه، ولكن بقي منه شعاع يدل على أنه حق. في هذا القسم بالذات جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا رواه البخاري. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار،
قوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني أنه لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنه كان قد تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر من الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمنهم من الاعتبار. هذا هو القسم الأول من الإسرائيليات. القسم الثاني: ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، أشياء نقطع بأنها كذب، أنه من كذب وتحريف أهل الكتاب، وذلك مثل ما ذكروه في قصص الأنبياء عليهم السلام من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، كقصة يوسف وداود وسليمان، لأن لليهود قبحهم الله وبالتبع طبعا النصارى لأنهم يؤمنون بالعهد القديم أو التوراة، إن عدوان شنيع جدا على حرمة الأنبياء عليهم السلام، فيزعمون أن مثلا سليمان أشرك بالله قبل أن يموت، يزعمون أن فلان من الأنبياء زنى بابنته، فلان فعل كذا، يعني أشياء من الفواحش والأمور التي لا يقبلها على نفسه أفتق الناس، ومع ذلك هم ينسبونها إلى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. كذلك مثلا ما ذكروه في توراتهم من أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل، مثل هذا الكلام أو مثل هذه الإسرائيليات لا يجوز روايتها وذكرها إلا مقترنة ببيان أنها كذب، وأن هذا مما حرفوه وبدلوه. يقول الله سبحانه وتعالى: يحرفون الكلم من بعد مواضعه. في هذا القسم ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن روايته والزجر عن أخذه عنهم وسؤالهم عنه. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. ولعل هذا هو المراد من قول ابن عباس رضي الله عنهما: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه محضا لم يشب، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. يعني يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ لماذا تتطفلون عن أهل الكتاب؟ أنتم محتاجون لهذا؟ يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله؟ أحدث يعني هو آخر الكتب السماوية نزولا من عند الله تبارك وتعالى. تقرؤونه محضا لم يشب، يعني لم يخلط بغيره قط، لأن القرآن العظيم محفوظ من التبديل. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وهذا رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا هو القسم الثاني من الإسرائيليات، لا يجوز روايته إلا مقرونة بإيه؟ ببيان كذبه. القسم الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا ولا من ذاك، لا هو من القسم الأول ولا من القسم الثاني، فهذا لا نؤمن به ولا نكذبه، لاحتمال أن يكون حقا فنكذبه أو باطلا فنصدقه، ويجوز حكايته لما تقدم من الإذن في الرواية عنهم. ولعل هذا القسم هو المراد بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسر بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ومع هذا فالأولى عدم ذكره، يعني الأولى مع جواز رواية مثل هذا، طبعا ليس استدلالا، ما فيش أي قسم من أقسام الثلاثة نأتي به استدلالا نعمله كدليل في مرتبة أو في صف الحديث مثلا، لا، وإنما استشهاد أو استئناس.
ومع هذا في هذا القسم الثالث الذات الأولى عدم ذكره وألا نضيع الوقت في الاشتغال به. لماذا؟ لأن هذا القسم بالذات أغلبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر ديني مما أبهمه الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولا فائدة فيه تعود على المكلف لا في دينه ولا في آخرته. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ورد حديث أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه، يعني عمر قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكتاب الذي أصابه من كتب أهل الكتاب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. انظر إلى هذه العبارة القوية: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لم يكن له الرخصة أبدا أن ينظر حتى في كتابه أو في هذه الأشياء، وإنما كان الذي يتحتم على موسى بل على جميع الأنبياء كما جاء في تفسير قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا واضح، كل نبي كان يبعث كان يأخذ الله عليه الميثاق: لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمنن به ولتنصرنه، فكان يأخذ الميثاق على جميع الأنبياء عليهم السلام. فليس غريبا أبدا أن يأتي المسيح مثلا في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا بغريب أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ورجال هذا الحديث موثقون إلا أن في مجالد أحد رواته ضعفا، وأخرج البزار أيضا من طريق عبد الله بن ثابت الأنصاري أن عمر نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف، واستعمله أي البخاري في الترجمة لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح. قال ابن بطال عن المهلب: هذا النهي في سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم، ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السابقة. وقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد أخذ درسا لم ينسه حينما أتى ببعض صحف أهل الكتاب وقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم وغضب أشد الغضب، فعمر ترك هذا في ذاكرته أثرا لا يمحى، ومن ثم كان يتشدد جدا إذا رأى أحدا يكرر الخطأ الذي وقع هو فيه. فقد كانت مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وغضبه لكتابته شيئا من التوراة درسا تعلم منه سيدنا عمر رضي الله عنه ومنهجا أخذ الناس به. فقد روى الحافظ أبو يعلى بسنده عن خالد بن عرفطة قال: كنت جالسا عند عمر إذ أتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس، فقال له عمر: أنت فلان ابن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ هنا بيحصل التحري تحقيق الشخصية الأول، يعني قبل ما يعاقبه هو بلغ قصته اللي عمله هذا الرجل، هو الذي يعمله كثير من العابثين بأشراط الساعة الآن، تجد في كتبهم رؤيا دانيال ويأخذون ويفسرون رؤيا دانيال ويجيبوا شروح من كتب أهل الكتاب إلى آخره، عبث تجاوز كل الحدود. فانظروا كيف عمل عمر من كان يحتج برؤيا دانيال أو بكتب أهل الكتاب. فالأول عمر لما رأاه أراد أن يتحقق قبل أن يعاقبه، فقال له: أنت فلان ابن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فضربه بقناة معه، فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس. فجلس فقرأ عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فقرأها عليه ثلاثة وضربه ثلاثة. فقال له الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ قال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال، ودانيال أحد أنبياء بني إسرائيل، أنت الذي نسخت كتاب دانيال. قال: مرني بأمرك أتبعه. قال: انطلق فامحه بالحميم، إيتي بماء حار مغلي وامسح هذا الذي كتبته. قال: انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض، ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحدا من الناس، فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة. ثم قال: اجلس. فجلس بين يديه. فقال: انطلقت أنا، بيحكي له بقى الدرس الذي تعلم منه، انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب، ثم جئت به في أديم أي في جلد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا في يدك يا عمر؟ قلت: يا رسول الله، كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته، ثم نودي بالصلاة جامعة. فقالت الأنصار: أغضب نبيكم؟ السلاح السلاح. انظر إلى حالة النفير، كأن شيء عدو هاجم على المسلمين، حتى أن الأنصار لاحظوا أن الرسول عليه السلام غضبان، فنادى الصلاة جامعة كي يجتمع الناس في المسجد، والأنصار أحسوا بأن الرسول عليه السلام غضب، فتداعوا إلى حمل السلاح لينفذوا ما يأمرهم به. فقالت الأنصار: أغضب نبيكم؟ السلاح السلاح. فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لي اختصارا، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية، فلا تهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون. والتهوك أو المتهوك هو المتحير الشاك. قال عمر: فقمت. شعر عمر بإيه؟ بخطئه وبعظم الشيء الذي ارتكبه. فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأولى من أولئك الذين شحنوا كتبهم بالإسرائيليات أن يقولوا: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حقا، وليس مجرد كلام، بأن يمحوا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي بسنده عن جبير بن نفيس أن رجلين كانا بحمص في خلافة عمر رضي الله عنه، فأرسل إليهما في من أرسل من أهل حمص، وكان قد اكتتب من اليهود شيئا في صحيفة، فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فلما قدم عليه قال: إن بأرض أهل كتاب، وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودنا، أفنأخذ منه ونترك؟ فقال: سأحدثكما. ثم ذكر قصته لما كتب شيئا أعجبه من كلام اليهود وقرأه عليه، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يمحوه بريقه ويقول: لا تتبعوا هؤلاء، فإنهم قد هوكوا وتهوكوا، يعني هم تحيروا وحيروا وأضلوا من يتبعهم، شكوا وشككوا غيرهم، حتى محى آخره حرفا حرفا. ثم قال عمر: فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئا جعلتكما نكالا لهذه الأمة. قال: والله ما نكتب منه شيئا. ثم خرج بصحيفتهما فحفر لها وعمق في الحفر ودفناها، فكان آخر العهد منها. ونقل الحافظ في الفتح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قوله في حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال: من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب. هو هنا بيرد على من يروي الإسرائيليات بعجرها وبجرها بحقها وباطلها دون تمحيص ودون تمييز ودون تفرقة بين الأقسام الثلاثة، ثم يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فيرد الإمام الشافعي على هذا الفهم بقوله: من المعلوم
أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم. وهو نظير قوله إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولم يرد الإذن، يعني لم يرد الإذن إيه؟ لم يرد الإذن بالتصريح في رواية ما علم إيه؟ كذبه. أكيد حينما أجاز لنا الرسول عليه السلام أن نروي عنهم يبقى أكيد من القسم الأول أو الثالث، لكن هل يحتمل أن الرسول عليه السلام يجيز لنا بقوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج التحديث عنهم حتى بالنوع الثاني الذي فيه الكذب؟ مستحيل طبعا. فلم يرد الإذن فيما علم كذبه ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه. وقال الحافظ في الفتح أيضا في شرح هذا الحديث لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملا لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه، أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرج. ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه، يعني إذا شيء نحن نقطع بكذبه فيجب أن نكذبه، وشيء يوافق شرعنا فنحن نصدقه. نبه على ذلك الشافعي رحمه الله تعالى. ويؤخذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض في المشكلات، الأمور المشكلة اللي هي يوجد دليل قاطع بالمراد منها، فمن الفقه أن يتوقف الإنسان عن الخوض فيه. وهذا أيضا من ملامح الانحراف عند الخائضين في أشراط الساعة، أن الأمور معظمها مشكل في الحقيقة. تعيين الأشخاص مثلا صدام حسين هو السفياني، ومرة يقول هو المهدي، ومرة يقول لا ده هو السفياني الأول وفي السفياني الثاني ده ابنه، ومرة الأصحب مش عارف حافظ الأسد، والأشهب مش مين، والملك حسين كان كذا. فكل هذا الكلام وهذا العبث وهذا الضلال مبني على أنهم يخوضون في مشكلات من الأمور، أمور مشكلة لأدنى مشابهة يقطعون قطعا، بل منهم من يحلف ويقول ولا أستثني، يعني ولا أقول إن شاء الله، كأنه يقين نزل عليه به جبريل عليه السلام، بحيث ما يشك أبدا في هذا العبث وهذا الهراء والدجل. وقد أثبتت الأيام كما بينا الأسبوع الماضي كذب عامة هذه التنبؤات كلها، فلا نأمل أن يكون ما تبقى أيضا ملتحقا بما بينت الأيام كذبه. إذن هذا الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم لآخره، يؤخذ منه التوقف عن الخوض في المشكلات، إنسان لا يتكلم إلا بما هو يقين، والجزم فيها بما يقع في الظن، وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف من ذلك. إذن بهذا البيان وبهذا التوفيق بين المرويات في هذا الباب ظهر ألا تعارض بينها ولا يخالف بعضها بعضا، لكن لكل حالة حكمها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم اللي هو النوع الأول، منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق إلى الجزم بالصدق منه. المنقول إما عن المعصوم وإما عن غير معصوم. المنقول عن المعصوم عندنا وسائل نستطيع أن نجزم هل هو صحيح النسبة إليه أم لا، عن طريق إيه؟ علم الحديث. أما القسم الثاني اللي هو منقول عن معصوم لكن لا ندري هل هو صحيح النسبة إليه أم لا، فهذا مما لا طريق إلى الجزم بصدقه أو بالجزء المصدق منه، فالبحث عنه مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، لا يمكن يكون في حق ويكون ضاع عندنا الحق ويبقى نروح نبحث عنه في كتب اليهود والنصارى وأحلامهم ورؤاهم ودجالهم. للأسف الشديد هؤلاء الخائضون بالباطل أو بالجهل في فقه في أشراط الساعة هذا مما يتورطون فيه كثيرا، حتى أن بعضهم يحاول أن يخدع نفسه يقول لك أن النوستراداموس الحاجات دي جابها مش عارف كتب إلهية أو كتب أحاديث كانت عند المسلمين، وأبوه كان أمين مكتبة المسجد الأقصى، بقى المسلمين في عزهم ومجدهم يأتمنون يهوديا يبقى هو أمين مكتبة المسجد الأقصى؟ من يصدق هذا الكذب وهذا الدجال؟ بيتكلم على أساس أن هذا العلم خفي على كل علماء الحديث في القديم والحديث،
ولم يوجد إلا عند نوستراداموس ومن لف لفة من السحرة والمنجمين والكهنة والعرافين. هذا يعني زلزلة كما قلنا لثوابت العقيدة وألف باء التوحيد. كيف يفتح هذا الباب من الشر بمجرد التوهم؟ فلا يمكن أن المسلمين يكون عندهم حاجة إلى علم من العلوم في دينهم ثم لا يجدونه إلا عند يهودي عراف أو كاهن منجم أو كذا أو كذا. مثال الأشياء التي اختلف فيها ولا يوجد دليل على الصحيح منها اختلافهم مثلا في بعض أحوال أصحاب الكهف. ماشي يعني أصحاب الكهف أسميهم كانت إيه والكلب مش عارف اسمه إيه وكل هذا كلام هذا مما لا يفيد. تجدون دائما هذه الأشياء مما لا فائدة من ورائه. كذلك مثلا قل نضربوه ببعضها البقرة. ما هو هذا البعض؟ ما هيش مشكلة، احنا اذا سكت عنها الوحي لا نفتش، فما نجيبش كتب اهل الكتاب وندور بقى البعض ده كان ايه. ومثلا سفينة نوح ايه كان نوع الخشب وكان حجمه قد ايه والى اخره، هذا مما لا يفيد. لو كان فيه فائدة لدلنا الله عليه. كذلك الغلام الذي قتله الخضر، ما اسم هذا الغلام ونحو ذلك. هذه الامور لا يوجد طريق للعلم بها الا النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن اسم صاحب موسى الخضر، وهذا نقل عن معصوم وصح فهذا نقبل. أما ما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد ابن إسحاق وغيرهم ممن هو مشهور بالأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإنهم إما يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. كذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فما اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ومع جزم الصاحب فيما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب مع أن الصحابة نهوا عن تصديق أهل الكتاب؟ على أي الأحوال الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه والله تعالى أعلم. وقال شيخ الإسلام أيضا وغالب ذلك يعني المسكوت عنه مما لا فائدة فيه يعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن، ولا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا في دنياهم. لكن مع ذلك يجوز نقل الخلاف في مثل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضاعف القولين الأولين وسكت عن الثالث سيقولون ثلاثة ويقولون إيه خمسة، ثم قال رجما بالغيب تضعيف لهذين القولين، ثم سكت عن الثالث ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ولم يضعفه، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الإطلاع على عدتهم لا طائل تحته، قل ربي أعلم بعدتهم، واضح قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني لا تجهد نفسك في البحث فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك.
فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. يقول ابن تيمية: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها، ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع، والخلاف فيما لا فائدة تحته. أما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، لأن الصواب ربما يكون في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه دون أن ينبه على الصحيح من الضعيف، فهذا ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول واحد أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوب يزور، والله الموفق للصواب. يهمنا أيضا في هذا المقام أن نزيد المسألة إيضاحا من كلام تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الأثير لديه، وهو الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، الذي بلغ من حبه لشيخ الإسلام أن أوصى بأن يدفن معه رحمه الله تعالى. يقول الحافظ ابن كثير في مقدمة البداية والنهاية: ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب، مما فيه بسط لمختصر عندنا أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا، مما لا فائدة في تعيينه لنا، فنذكره على سبيل التحلي به لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه، وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما صح نقله أو حسن، وما كان فيه ضعف نبينه، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. كما تلاحظون، وإنما الاعتماد والاستناد على كتاب والسنة. لكن نلاحظ في كتابات هؤلاء الناس رفع شأن الإسرائيليات بطريقة غريبة جدا، حتى إن منهم من يسميهم بالوحيين، الوحي القديم والوحي الجديد، الاثنين على قدم المساواة، قرآن مع هذه الكتب الإسرائيلية، يقول لك الوحيين، وقد سبق التنبيه لشيء من هذا. يقول أيضا ابن كثير، يقول وهو يبين المقصود من الحديث: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يقول إنه محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا، فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، فيجوز روايتها للاعتبار، وهذا هو الذي نستعمله في كتابنا هذا. فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا، وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذلك مردود لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال. فإذا كان الله سبحانه وله الحمد قد أغنانا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الشرائع، وبكتابه عن سائر الكتب، فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما وقع فيه خبط وخلط وكذب ووضع وتحريف وتبديل، وبعد ذلك كله نسخ وتغيير. يعني كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ما في كتب أهل الكتاب من الباطل أضعاف ما فيه من الحق، وحقه منسوخ، فماذا بقي؟ علق العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى على كلام الحافظ ابن كثير ومن وافقه، قال: إن إباحة التحدث عنهم، طبعا تلاحظون أن العلامة الإمام أحمد شاكر رحمه الله تعالى هو يعني لم يوافق ابن كثير مع حبه الشديد ابن كثير، لكن تلاحظون في جهده في عمدة التفسير اللي هو اختصار تفسير القرآن العظيم لابن كثير، هو أيضا هذبه من الإسرائيليات عموما كما تعلمون. وقد بلغني أن عمدة التفسير الشيخ أحمد شاكر طبع طبعة كاملة، كأنه عثر على مخطوطة بخط الشيخ رحمه الله تعالى فيها كل كتاب، فيا ليت إذا عثرنا على نسخة كاملة من عمدة التفسير. أنا أعتقد في هذه الحالة أنه قد أغنانا عن النظر في أي تفسير آخر، والله تعالى أعلم. يعني بالنسبة لطالب العلم المتوسط، يعني الذي يريد أن يأخذ شيء واحد فقط في التفسير، فلن يكون هناك خيار على الإطلاق. إذا كان فعلا كتاب عمدة التفسير وجد كاملا بخط الشيخ رحمه الله تعالى، فهذه تكون يعني قد أدى خدمة عظيمة جدا لطلاب العلم، تغنيهم عن النظر في غيره من الكتب، بالذات للمتوسطين
في طلب علم التفسير. شيخ مشاكل شخصية طبعا علمية لها الوزن الثقيل، يعني هذا تحفة أهل مصر للعالم الإسلامي في هذا القرن المتأخر، يعني أتحف مصر لعالم الإسلام وطلبة العلم في العالم كله بالإنتاج الرائع النادر الفذ للعلامة أبي الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فلما يذكر أحمد شاكر المفروض بيأخذ قدره من التعظيم وتفتح القلوب لكلامه، لأنه عالم حقيقي وعالم متأهل وعالم يعني فتح الله سبحانه وتعالى عليه بالعقيدة السلفية الصحيحة وبالعلم الغزير وبالدقة المتناهية في التحقيق. يقول رحمه الله: إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها أو في تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر. يعني لاحظ هنا أن الشيخ أحمد شاكر يستدرك على الحافظ ابن كثير. إيه هو اللي يستدركه عليه؟ أولا يستدرك عليه في كلامه في أي قسم من أقسام الإسرائيليات، قسم الإيه؟ الثالث، اللي هو ما لم نعلم صدقه ولا كذبه. شوف دقة الشيخ أحمد شاكر الإمام الفاحص المحقق المدقق، مش عشان بقى الإمام ابن كثير إمام جليل ومعلوم مقامه في العلم إن هو يعني يتغاضى ويقبل الكلام كما هو، لا، برضه شوف بيبحث حتى وراء الإمام الحافظ ابن كثير، وهكذا ينبغي أن تكون المنهجية العلمية. يستدرك على ابن كثير ويقول إن الحافظ ابن كثير أجاز رواية قسم الثالث من الإسرائيليات، وإنه داخل في قوله إيه؟ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالإمام أحمد شاكر بيلفت نظرنا لشيء في غاية الأهمية والروعة، بيقول إن دي نقرأ ودي نقرأ. إباحة التحدث عن بني إسرائيل فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا على كذبه شيء، هذه نقرة. وكان إن إحنا نأتي بهذا الكلام الإسرائيلي اللي هو من هذا النوع ونحن نفسر القرآن ونجعله قولا من الأقوال في تفسير آية، ده شيء آخر، واضح؟ فلا ينبغي أن نخلط بين الأمرين. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه شيء، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولا أو رواية في معنى الآيات أو في تعيين ما لم يعين فيها أو في تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر. لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه وتعالى ومفصل لما أجمل فيه، وحاشا لله ولكتابه من ذلك. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذبهم. لا تصدقوهم ولا تكذبوه، لأن يحتمل اللي تكذبتون فيه يطلع من الحق فتكذبوا بحق، أو يكون من الباطل فتصدقوا إيه؟ بباطل. يقول: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أذن بالتحدث عنهم أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذبهم، فأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع التفسير أو البيان؟ اللهم غفرا. طبعا تعليق رائع للعلامة أحمد شاكر رحمه الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة، لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة، وليس لهم أي ليس عند أهل الكتاب من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دونوا الحديث وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا الوضعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال. كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس منه، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل. وقال أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأنبياء
بعد أن أشار إلى حال إبراهيم عليه السلام مع أبيه ونظره إلى الكواكب والمخلوقات. يقول ابن كثير: وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم، فعامتها أحاديث بني إسرائيل، فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح، وما خالف منها شيئا من ذلك رددناه، وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه بل نجعله وقفا. يعني القسم الثالث أحرى أن نسميه القسم إيه؟ المتوقف فيه. وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف في روايته، وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما ينتفع به في الدين، ولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة. والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم، فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. وقال في تفسير آية سورة البقرة: وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها. القرآن أتى بقصة هاروت وماروت مجملة بدون تفصيل، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. وقال أيضا في أول سورة قاف: وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا قاف جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف، وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب. وعندي، أي عند الحافظ ابن كثير، أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم، كما افتري في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم وما بالعهد من قدم، فكيف بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل كتب الله وآياته، وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل، فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل. كذلك عند تفسير سورة النمل لما ذكر قصة ملكة سبأ حكى أثرا طويلا عن ابن عباس وصفه بأنه منكر غريب جدا، ثم قال الحافظ ابن كثير: والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقات عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم كرواية كعب ووهب سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ، وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ، ولله الحمد والمنة. كذلك في تفسير سورة العنكبوت لما روى حديث إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم قال: ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان، لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل، وما أقل الصدق فيه ثم ما أقل فائدته لو كان صحيحا. وقال عن تفسير الآية 190 في سورة الأعراف: ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام، فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا، ومنها ما هو المسكوت عنه فهو المأذون في روايته، وأتى بحديث حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. كذلك هناك حديث يسمى حديث الفتون، حديث الفتون ساقه بطوله عند تفسير قوله وفتناك فتونة في سورة طه،
قال وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، وكأنه تلقاه ابن عباس مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره، والله تعالى أعلم. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما أتى ذكر حديث الفتون يعلق ويقول وهذا الحديث حديث الفتون يشير إليه الحافظ ابن كثير في مواضع متعددة من تفسيره، يشير إليه دائما، وقد نفيته عن كتابي هذا نفيا، ده في عمدة التفسير لأحمد شاكر، وقد نفيته عن كتابي هذا نفيا ولم أشر إليه إلا مرة واحدة عند أول مرة أشار إليه ابن كثير فيها، ثم أعرضت عن الإشارة إليه إن شاء الله فلا أشير إليه إلا أن أضطر إلى ذلك اضطرارا. ثم يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ومن أعظم الكلم في الدلالة على تنزيه القرآن العظيم عن هذه الأخبار الإسرائيلية كلمة لابن عباس رواها البخاري في صحيحه ونقلها عنه الحافظ ابن كثير، قال ابن عباس رضي الله عنهما يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا خالصا، محضا لم يشر لم يختلط بغيره، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. وهذه الموعظة القوية الرائعة رواها البخاري في 3 مواضع من صحيحه. ثم يقول الحافظ ابن كثير في نفس هذه المسألة والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم، كراهية النقل عن أهل الكتاب فيما يجوز النقل فيه، والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في العلم فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف. ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة وإلزامهم اليهود التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتبهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه. يعني إذن الإمام ابن حجر يشترط في من ينظر في كتب أهل الكتاب في القسم طبعا الذي يجوز التحديث بما فيه، يقول إن ذلك رخصة لمن للراسخ في العلم فقط، أما من ليس براسخ في العلم فلا يجوز له النظر في ذلك. ويستدل على ذلك بأن لدينا كتبا كثيرة صنفها علماء المسلمين في كافة العصور يردون بها على اليهود والنصارى من كتبهم، فلولا جواز ذلك لما نظروا في كتبهم واقتبسوا منها. وقال علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى بعد بحث طويل عن وقوع التبديل في كتب أهل الكتاب يقول وبالجملة لن تعرفون أنظف كتب التفسير الكاملة من الإسرائيليات هو كتاب محاسن التأويل القاسمي، وبالجملة فكتب الكتابيين كأقوالهم لا يعتمد عليها كلها لظهور الكذب والتناقض فيها إلى اليوم ولظهور تلفيقها، فهي ككتب القصص عندنا فيها شيء من القرآن والسنة ولكنه ممزوج بالأكاذيب والأراء المقتبسة من الأمم. ثم إن موافقة القرآن الكريم أو الحديث الصحيح لبعض ما في كتبهم دون بعض تدل على أن الله تعالى بيّن له حق كلامهم من باطله وصدقه من كذبه، وهذا معنى قوله تعالى ومهيمنا عليه. قال بعضهم لا شيء يعول عليه في صحة بعض أقوال كتب اليهود دون بعض بعدما طرأ عليها من الضياع والتحريف والخلط إلا الوحي، وقد ثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالدلائل الساطعة والآثار النافعة فعلى وحيه المعول، فالحمد لله الذي وفقنا لاتباعه. خلاصة الكلام في هذه القضية أن هذه هي أقسام الإسرائيليات وهذا هو الموقف الصحيح منها، ولنا الآن أن نتساءل هل المنهج الذي سلكه العابثون بأشراط الساعة هل هذا المنهج يعكس التزامهم بالضوابط التي وضعها العلماء في حكاية الإسرائيليات؟ هل هم فعلا يلتزمون ويفرقون هذا التفريق ويضعون هذه الضوابط؟ الجواب بالنفي، أولا لأن من القوم من يروون كل ما يقفون عليه منها بغض النظر عن هذا التقسيم، ثانيا ولأن من يقتصرون على حكاية القسم الثالث منها
اللي هو القسم الثالث المتوقف فيه لا يذكرون ذلك استشهادا وتحلية على حد تعبير ابن كثير، وإنما اعتقادا واستدلالا واحتجاجا، بل منهم من يقسم على صحة ما فيه، ومنهم من يعبر عن هذه الإسرائيليات بعبارة الوحي القديم للأسف الشديد. وثالثا لأنهم عامتهم كما يتضح من كتاباتهم ليسوا من الراسخين الذين يجوز لهم النظر في كتب أهل الكتاب كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولذلك تأتي أقوالهم بل أقوال الواحد منهم متعارضة متضاربة، يكذب بعضها بعضا وينقض آخرها أولها. ورابعا أن منهم من يتجاوز الاستشهاد أو الاستئناس بالإسرائيليات إلى حد الاستدلال بها إنها دليل، بل يزيد الطين بلة حين يضيف إلى ذلك الاستدلال بتفسيرات علمائهم ومفكريهم له، مش بس بيأخذ من كتب أهل الكتاب، ده بيجيب شروح وتفسير اليهود والنصارى لكتبهم، هذا يزيد الطين بلة. فإذا كانت هذه الإسرائيليات نفسها محل توقف في كونها وحيا معصوما أو لا، فهل هناك توقف أو تردد في أن علماءهم وأحبارهم ومفكريهم غارقون في التيه والحيرة والضلال المبين؟ أخيرا نختم الكلام في هذه القضية المنهجية الحساسة بالكلام حول ظاهرة التطبيع، لكن التطبيع هذه المرة مع الإسرائيليات وليس مع عصابة الدولة اللقيطة. فالنقل عن أهل الكتاب لم يقف عند الحد المسموح به كما بينا، وإنما خرج الأمر عن كونه استشهادا مشروطا بشروط إلى أن صار ظاهرة ملحة متكررة، أكسبت الإسرائيليات في نفوس العوام صفة المرجعية، ولأول مرة ترتقي الإسرائيليات على يد هذه الكوكبة من رواد التطبيع الفكري مع الإسرائيليات إلى مستوى الحجية والمصداقية، وإذا بالقوم يفخرون بالتهوك، شيء الذي وصف الرسول عليه السلام بأن من فعل فهو متهوك، هؤلاء هوكوا وتهوكوا، شكوا وشككوا الآخرين بالنظر في كتب أهل الكتاب، فهم يفخرون بالتهوك، جماعة المتهوكين هم فرحين جدا بالتهوك ده وفخورين به ويمعنون فيه، حتى إنه لتؤلف كتب ممحضة للنقل من الإسرائيليات فحسب، في بعض الكتب الآن حكر على الإسرائيليات فقط ويكتبها مسلمون. قرأت كتاب تاريخ اليهود في جزئين، كتاب في جزئين كله نقل من الإسرائيليات فقط من كتب اليهود والنصارى، ولا ذكر فيه لآية واحدة ولا لحديث ولا حتى فيه كلمة صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. كذلك شخص آخر ألف كتاب موسى في الأساطير الإسرائيلية 300 صفحة، ليس فيه آية قرآنية واحدة ولا حديث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، بل محض نقل من توراة اليهود وإسرائيلياتهم. أي نعم، فينبذون المصادر الإسلامية وراءهم ظهرية ويعرضون عن الوحي الصادق إلى هذا التهوك. ليس هذا فحسب، شاعت ظاهرة في السنوات الأخيرة أو في العقود الأخيرة 20 سنة اللي فاتوا ظاهرة المناظرات الإسلامية النصرانية. هذه المناظرات تجري تحت ظل وسقف الهيمنة الثقافية الغربية في ديار الغرب. طبعا في بلاد المسلمين ما تقع هذه المناظرات لأسباب كثيرة، لكن في الغرب تحصل بسهولة جدا، يعني يحصل وتنشر وتطبع إلى آخره. هذه المناظرات بأشرطتها السمعية والمرئية تجوز خلال بيوت المسلمين. طبعا في الغرب في هيمنة ثقافية غربية، واللي بيعيش هناك شائم أبا سوف يتأثر بهذه الهيمنة، فلما بتجري تحت ظل السيطرة والهيمنة الغربية هذه المناظرات نجد قدرا كبيرا جدا من التنازل عن أمور أساسية يحصل في هذه المناظرات. أكبر خطر في هذه المناظرات هو أنها تكون مفتوحة لجميع الناس زي مباريات كرة القدم، وفي ناس حتى من يهود والنصارى والكفار والملاحدة في الغرب يعني زي ما بيقولوا بتوع الكرة يشجعوا اللعبة اللي مش عارف إيه، يسقفوا الأحمد ذات إذا أحرج مثلا سواجر، ونفس الشيء العكس لأنه لعب لعبة كويسة في نظرهم، واضح مش لأنه متعصب بقى لهذا الفريق أو ذاك، فمجرد أنه قدر يحرجه أو قدر يسكته بس مجرد أنه يتحمس، لكن القضية مش بحث عن الحق. فالشاهد من الكلام أن هذه المناظرات تجري يفتح الباب للعوام من كل نوع للحضور فيها. فطبعا في نفس الوقت
بيجهر فيها بسب الله وسب الرسول عليه السلام والطعن في القرآن الكريم وإثارة الشبهات. فاليهود والنصارى عندهم متخصصين في زراعة الشبهات وصناعتها في قلوب الناس. فبالتالي كيف يتعرض إنسان ضعيف القلب أو ضعيف الإيمان أو لا علم عنده لهذا الكم الهائل من الشبه والإلحاد، بحيث ممكن ما بين لحظة أخرى يعني قلبه ينتكس والعياذ بالله ويقع صريعا لهذه الشبهات. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اجعل قلبك مثل الزجاجة، لما تيجي الشبهة عليه تنزلق وما تدخل فيها ويبقى بصفائه ونوره، ولا تجعله مثل الإسفنجة. هذه نصيحة نصحها لابن القيم: إسفنجة كل شبهة ترد عليها فتشربها فتجعل قلبك منبع للشبهات، وبالتالي تعرض إيمانك للخطر. فالإسلام ما يهرب ولا يخاف، لأن الحجة ظاهرة، للحجة العلمية ظاهرة إلى قيام الساعة. ربما الغلبة الحسية بالسيف أو بالقوة مش في كل وقت موجودة، لكن الحجة العلمية في أن الإسلام دين الحق هذه لا ينهزم المسلمون فيها أبدا أبدا. لكن المناظرة لها قواعد ولها أصول. المناظرة لما تكون أمام أتباع الشخص أنت بتناظره، أنت هتخلي تعين الشيطان عليه. لماذا؟ لأنه قد تأخذه العزة بالإثم. إزاي ينهزم أمام أتباعه؟ إزاي يظهر أنه ضعيف مثلا؟ يعني المناظرة بهذه الطريقة هي بتاخد صورة مش حرص على هداية الذي تناظره، لا، حرص على غلبته. المهم أنك تنتصر عليه في المباراة، مش أنك عايز يدخل في الإسلام. واضح؟ فهذه أحد الأشياء. يعني الأمر الآخر، الناس تسمع سب الله وسب الرسول عليه السلام في بالذات دول الخليج، بالذات دول الخليج الإمارات والمنطقة دي. يعني نجد أشرطة الديدات هناك كانت انتشرت جدا، انتشرت شرا عجيبا. واضح؟ ناس أصلا لا بتقرأ قرآن، تهجر القرآن الكريم، لا تحضر دروس علم، لا عندها أي ثقافة أو موازين يحكمون بها، ومع ذلك يستحون قلوبهم لهذه الشبهات. كيف نغزو أنفسنا بأنفسنا؟ وبعدين في نفس الوقت المناظر نفسه، سواء الشيخ أحمد الدينات الله يرحمه أم غيره من المناظرين، اعتمادهم الأساسي ليس على القرآن الكريم ولا على السنة، وإنما اعتمادوا الأساسي في المناظرات على على كتب أهل الكتاب. وصار الاشتغال بكتب أهل الكتاب تفتح له معاهد خاصة في الهند أو في إنجلترا أو كذا، اللي عايز يتعامل يتمرن على المناظرة ويكون له خبرة يجي يدرس معانا التوراة والإنجيل، يستخرج منها ما يرد به على الكتاب، إذا قالوا كذا ترد بكذا. فصار الأمر في هجر الاستدلال بالقرآن الكريم، وهذا مزلق شيطاني، مزلق شيطاني للأسف الشديد كثير من الناس يقعون فيه. يقول لك أنا مكلم الكفار ما ينفعش أستدل بالقرآن الكريم ولا بالأحاديث لأنهم لا يؤمنون بالقرآن الكريم. هذا من أخطر المزالق الشيطانية، لأنها تحرم الداعية من أقوى سلاح في معركته مع الباطل. ده تلبيس من إبليس علينا. إن بعض الناس يقول لك إزاي كلام بالقرآن وهو مش مؤمن بالقرآن. القرآن حجة، هو في حد ذاته حجة، والقرآن ده هي كل حياة الرسول عليه السلام وجهاده، هو عبارة عن محاججة المشركين بالقرآن الكريم. يعني القرآن فيه كل أنواع الاستدلالات، وحتى الذي يعلن أنه لا يؤمن بالقرآن نحن نقيم الحج عليه بأن نبلغه كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه حتى يسمع كلام الله. فالتخويف بالقرآن، انذار بالقرآن، لما تقرأ سورة فصلت وكيف كان يرتعد المشركون، حتى إن بعض هؤلاء المشركين عندما وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع يده على فم الرسول عليه السلام حتى لا يكمل الآية من شدة الخوف. فالقرآن له سلطان على أي قلب يسمعه إذا شاء الله سبحانه وتعالى له ذلك. فهذا إبطال لأقوى سلاح في معركة الإسلام والكفر، وهو استدلال بالقرآن الكريم. وده بحث مستقل في حد ذاته، لكن أردت لفت النظر بصورة عابرة الآن أن هذا من تلبيس الشيطان ببعض الدعاة وببعض البسطاء من المسلمين، أنه بيعطل الاحتكاك بالقرآن بحجة أنه لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بأنه حجة. هذا طبعا بحث مهم، أرجو أن تأتي فرصة أخرى لتفصيله. لكن كما قلنا حصل تساهل مع المناظرات الإسلامية النصرانية، وأحيانا للأسف كانت بتباع في سيديهات أمام المساجد، وأنا أعتقد عدم جواز بيعها، يعني يحرم بيع أمثال هذه المناظرات. لماذا؟ لأن فيها ناس عايشة في أمان الله في بيوتها موحدة وتتعلم القرآن وتتعلم، تيجي أنت تسمعه، هل في قلب مؤمن يسمح بأن يسمع سب الرسول عليه السلام؟ تسمع سب الرسول في بيتك وتسمعه لأولادك؟ هذا انحراف خطير جدا. فيجب أن يوقف بيع أو التعامل في هذه الأشرطة
التي فيها مناظرات. المناظرات دي ناس معينين هم فقط الذين يستطيعون الانتفاع بما فيها بشروط، لكن لكل من هب ودب هذا لا يجوز. فالمناظرات كما قلنا تجري تحت ظل الهيمنة الثقافية الغربية، تجوث خلال هذه الأشرطة السمعية والمرئية خلال بيوت المسلمين لتمرن قلوبهم على سماع سب الله عز وجل وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في كتاب الله تعالى والتطاول على دين الحق على لسان شياطينهم، ويغض الطرف عن هذه الجرائم بحجة لزوم الإنصاف والعدل بين المتناظرين، مع أن غالب استدلالات المناظر المسلم تحوم حول الإسرائيليات وقل ما يستدل بشيء من القرآن الكريم أو السنة النبوية. وإن مما يؤسف له أشد الأسف استمراء هذا الوضع وعدم إنكاره. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، يعني سماه أذى. ها نحن الآن نسمع الأذى ليس من بعض المشركين لكن للأسف من بعض المسلمين اللي هو بيعملوا الأشرطة دي، بيسمعون هذا الكلام الذي تندك له الجبال دكا ويضيعونها في أوساط العوام بغير فقه. نحن لا ننكر مناظرة أهل الكتاب لأن هذا أحد أساليب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإقامة الحجة، ولكن للمناظرة ضوابط، وكلما كانت في دائرة محدودة كلما كانت أعون على الإقناع. يقول الله تعالى إيه؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. كل ما يكون العدد قليل كل ما الناس تقدر تفكر، لكن العدد الكبير بيكون فيه هرج ومرج وعدم تركيز وغير العواطف بتغلب أكثر والتحمس والعصبية. لكن مثنى وفرادى ثم تتفكروا، لأن هذا أعون على إعمال العقل والتفكر. أي نعم. فكلما كانت المناظرة في دائرة محدودة كلما كانت أعون على الإقناع، كي لا تأخذ المجادلة العزة بالإثم أمام جمهور الحاضرين فيستكبر عن الانصياع للحق. كذلك أيضا لابد من شروط في الذي يمثل الجانب الإسلامي، لابد أن يكون عالما فقيها بصيرا يحسن الاستدلال قبل كل شيء بالقرآن الكريم ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عنده خبرة بشبهات القول، لأن ساعات المناظر إذا رد ردا ضعيفا يزيدهم فتنة بكفرهم، هيزيد فتنة بكفر. ثم ينبغي أن تحجب شبهات وطعون المناظر الكافر عن عوام المسلمين خشية أن تفتن قلوبهم بشبهات أعداء الله الذين يجهرون بالسوء من القول ويحترفون التشويه والتضليل للصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. أكتفي ليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.